حيكم متابعينا ثالث المباريات، انتصار اتحادي من أمام الخليج ويقلب النتيجة بعد أن كان متأخرا في الشوط الأول بهدف إلى 4 أهداف وانتصار عريض للاتحاد. تابعوا وياكم ملخص هذه المباراة. تعود الآن من جديد خلجوية، لمسة وتمريرة، محاولة، كنترول، خالد ناري أمام الجول، جول، هدف أول للنسور، نسور الدانا تسجل الأول بهدف مبكر. بيرغوين على الجهة اليمنى، الكرة من موسى ديابي، جميلة حلوة تمريرة، ولكن الكرة العرضية ذهبت. يحاول كريم بنزيما من الناحية اليسار، هل تأتي الكرة العرضية؟ المحاولة تصويبة من كريم لخارج الأرض. جوفلان بيرغوين ينقل اتجاه الكرة إلى موسى ديابي، محاولة خطيرة ولكن الكرة بعيدة. بيرغوين يترقب، يحاول الهجوم بالفعل، يلعب كرة عرضية بالراس، جميلة جدا. اليوم الاتحاد من أطراف الميدان ربما تحضر لها بنزيما، والكرة إلى أحضان حارس المرمى، والكرة تعود وتصويبة قوية أمام الجول. عودة الكرة إلى موسى ديابي، عرضية ترسل، كريم بنزيما قدام الجول، الله. يحاول الفرنسي نحلة الاتحاد إلى بنزيما، يتقدم، جميلة، بنزيما، جول 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 جول. الاتحاد يعدل النتيجة، بنزيما عاد إليكم من جديد، عاد إليكم من جديد. وصلت الآن إلى إنغولو كانتي إلى معاذ فقيه، عرضية بالراس، الله، للاتحاد حسام، يضرب في مقتل حسام عوار. تعود الآن من جديد بنزيما، يحاول التقدم والهجوم داخل منطقة الجزاء، بنزيما، جميلة تمريرة ولكن التسديدة. كانتي يحاول، كانتي يتقدم، كانتي عدى من 1 و2، كانتي ممكن أمامية، جميلة، حطها بالجول. طاحونة الاتحاد بدأت بالدوران يا كومان، بدأت بالدوران يا كومان. بيرغوين يسجل الثالث للعميد. الاتحاد الآن لمسة من الجهة اليسرى، كريم بنزيما حط الكرة بدورة إلى حسام عوار، ممكن يعدي، بنزيما السلام، بنزيما حاول، بنزيما مرر الكرة، حامد الغامدي قوية، الله، قنبلة اتحادية من الغامدي، صاروخ.